ساعات بعد الهجوم الذي تعرضت له حافلة فريق بروسيا دورتموند، الشرطة الألمانية تسابق الزمن للكشف عن حيثية التفجيرات الثلاث. هنا في مسرح الهجوم تستعين الشرطة بآليات وتقنيات متطورة بحثا عن دلائل مادية. لا دليل حتى الآن على عمل إرهابي تفيد مصالح شرطة دورتموند. مصادر الشرطة الألمانية أكدت استخدام متفجرات خطيرة مبرزة عثورها على رسالة في مكان الحادث، حيث تقوم بفحصها في إطار التحقيقات الجارية. في حدود الساعة السابعة مساء وقعت ثلاث انفجارات بالقرب من حافلة فريق بروسيا دورتموند. لقد عثرنا على أشياء لا نستطيع تحديد طبيعتها، والانفجار حدث بالقرب من هذه الأشجار خلف الطريق، والتحقيقات متواصلة. حافلة الفريق الألماني كانت متوجهة من الفندق إلى الملعب قبل أن يحصل الهجوم. الانفجارات الثلاث خلفت خسائر مادية تمثلت في تحطيم نوافذ الحافلة وإصابة شخص واحد، ويتعلق الأمر بالمدافع الدولي الإسباني مارك بارترا الذي تعرض لإصابات في ذراعه. لقد اتخذ قرار بتأجيل موعد المقابلة. بالنسبة لنا نحن في الشرطة تم اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية الضرورية لتأمين لاعبي الفريق، وكذا توفير الأمن بمحيط الملعب الذي يحتضن المقابلة، ونحن نقوم بعملية أمنية كبيرة من أجل أن تقام المقابلة في ظروف جيدة. الحادثة خلفت حالة من الاستنفار الأمني في المدينة بسبب المخاوف من ارتباط الحادث بعمل إرهابي، لكن تحقيقات الشرطة استبعدت هذه الفرضية في الوقت الراهن. في غضون ذلك السلطة الألمانية سارعت إلى تعزيز الإجراءات الأمنية، إجراءات أمنية تهم نشر المئات من عناصر الشرطة لتوفير الأمن خلال المقابلة التي ستجرى اليوم الأربعاء في إطار دوري أبطال أوروبا.